فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الأئمة يخالف في نبرة صوته عند التكبير للجلوس في التشهد تكون أطول من غيرها، فهل فعله هذا صحيح؟ لا تدققون على التدقيق هذا، إذا أنه حذف التكبير لأجل يشير إلى الجلوس، بعض الناس يقوم يصير غافل ويقوم، فإذا غير صيغة تكبيرة الجلوس عن صيغة القيام فلا بأس بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.